السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية مرحبا بكم جميعا. أود في البداية أن أعبر عن مدى سعادتي بهذا اللقاء الذي أرجو أن يسهم في فهم أكثر عمقا وإدراكا للأزمة والحرب في اليمن. إنه من المهم أن نلتقي بين الحين والآخر، نتداول الحديث ونتبادل الأفكار التي تدور بيننا، مختلف الأفكار حول القضايا التي تقع ضمن اهتماماتنا المشتركة، فهذا يساعدنا على رؤية الأمور بصورتها الواقعية ويجعلنا أكثر قدرة على استشراف المستقبل. الأصدقاء الأعزاء، كلما حاولت التفكير في استشراف رؤية مستقبلية حول واقع اليمن ما بعد الحرب، أجد أن تحديد مفهومنا لكيفية إنهاء الحرب مرتبط ارتباطاً لا ينفصل عن الرؤية المستقبلية ليمن ما بعد الحرب. من المهم تحديد مفهوم نهاية الحرب، وما هي الأوضاع التي نقول عندها أن الحرب في اليمن قد انتهت، وأن علينا يعني نبدأ بعد ذلك بتحديات اليوم التالي لما نسميه في هذا اليوم انتهت الحرب. هذه التحديات واضحة وضرورية حتى لا يفاجئنا من عبثوا باليمن واستباحوها خلال سنوات الحرب الخمس باتفاقات ترتدي رداء السلام، تعد من قبل القوى الخارجية المتصارعة في اليمن وأدواتها في الداخل، لتستكمل من خلالها تحقيق أهدافها من الحرب وتضفي المشروعية على تقسيم اليمن ووضع الدويلات الميليشياوية كواقع نهائي. الميليشيا الحوثية وهي من بدأت الحرب وانقلبت على الدولة، لا تنتهي الحرب لديها إلا بفرض سيطرتها بقوة السلاح وفرض دولة تشبهها بديلة للدولة الوطنية وإخضاع المجتمع وفرض هيمنتها الشاملة على موارده وثرواته ومؤسساته التعليمية وعلى حياته بمجملها، وهي حركة لا تظهر أي مرونة للقبول بتسوية سياسية تكون هي فيها مكون من مكونات المجتمع وجماعة سياسية تقرب الدولة مرجعية لكل قوى المجتمع. السعودية تنتهي الحرب بالنسبة لها إذا عكست إدارتها للحرب اليمنية في اتفاقيات جزئية تبارك احتلالها ووصايتها على يمن تسوده اللا دولة لضمان عدم تأثير الوضع في اليمن على أمنها وانتفاء ما تسميه أي تهديدات تأتيها من اليمن، ناهيك عن مصالحها في نهب ثروات اليمن والسيطرة على موقع اليمن الجيو استراتيجي بالغ الأهمية، ولا تهتم إذا بقي اليمن مقسما تعمه الفوضى وفي حالة تمزق واحترابات داخلية ويعني صغيرة. الإمارات تنتهي الحرب بالنسبة لها إذا نجحت مساعيها لتثبيت الميليشيات التي تضمن مصالحها الاقتصادية أيضا والتي شكلتها في مناطق نفوذ متفرقة كمكونات ضمن اتفاقيات جزئية بينها. كل النهايات التي استعرضناها لا تنهي الحرب في اليمن، لكنها تمدها بمزيد من الوقود وتطيل مأساتها. الحرب لا تنتهي بصفقات بين أمراء ميليشيات الحرب الداخليين ودول الوصاية الخارجية الحريصة
الحريصة على مصالحها والتي لا يهمها خروج اليمن من الحرب دولة واحدة مستقلة وموحدة تتوفر لها مقومات الأمن والاستقرار. الحرب لا تنتهي بانتزاع واعتراف بمشروعية وجود أمراء الحرب وميليشياتهم ليتخذوا من هذا الاعتراف قاعدة صلبة لمواصلة حروبهم والحفاظ على اقتصاديات الحرب التي بنوها على حساب مجتمعهم وشعبهم ودماء اليمنيين وآلامهم. أي نهاية للحرب إذا تمزقت اليمن إلى دويلات تديرها الميليشيات التابعة لإيران والسعودية والإمارات؟ أي نهاية للحرب إذا ذهبنا إلى اتفاقيات تضفي المشروعية على الفوضى وتقر بقبولنا بلا دولة ونهاية الجمهورية والوحدة ومخرجات الحوار الوطني ومسودة الدولة الدستور ومشروع الدولة الاتحادية والأقاليم؟ أي نهاية للحرب هذه التي تفضي إلى نهاية الجمهورية اليمنية والكيان الوطني الموحد لليمن والشخصية الدولية لدولتنا وجمهوريتنا؟ هذه الأسئلة ليست ترفاً ولا تمسكاً بحرب نحن أول من رفضها وحذر منها. بقاء الوصاية هو إعلان حرب مستدام على اليمن. بقاء الميليشيات دويلات داخل الدولة هو حرب وبقاء للحرب واستمرار لها. الحرب تنتهي بعودة اليمن لا بتمزيقها. الحرب تنتهي بعودة الدولة الجمهورية اليمنية صاحبة السلطة الكاملة والشاملة على كل الأرض اليمنية من صعدة إلى المهرة ومن صنعاء إلى سيئون ومن سقطرة إلى عدن وباب المندب وكل شبر على الأرض اليمنية. المرجعيات الثلاث ليست أوراقاً يمكن تجاوزها وتلفيق اتفاقيات سلام مزيفة خارجها، إنها محددات لإنهاء الانقلابات وعودة الدولة. إنها تمثل أهداف اليمنيين وطريقهم الضامن لإنهاء الحرب وتحقيق السلام. على هذا سيكون حديثنا عن استشراف آفاق ما بعد الحرب، منطلقاً من أوجاعنا وقضيتنا وإدراكنا بواقعنا وما يواجهنا من تعقيدات وما يتطلبه منا من إرادة تحد لتجاوز كل تلك المعيقات والانتصار عليها. الأصدقاء الأعزاء، كما تعلمون كانت اليمن على وشك الاستفتاء على الدستور الجديد وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وفقاً للدستور الجديد، الأمر الذي كان سيدفع عملية التحول الديمقراطي في اليمن قدماً ويمنح العملية السياسية اليمنية مزيداً من عوامل التطور والإيجابية. ففي النهاية نحن نعرف بلدنا جيداً، فغالباً ما يكون الصراع على السلطة وتحقيق النفوذ بصورة غير عادلة، لذا يجب أن نتمسك بحقنا في بلد ديمقراطي تعددي يحترم الحقوق والحريات وحكم القانون ويحتكر حق العنف وحق الجباية، ما لم فإن الأوضاع لن تشهد استقراراً بأي حال من الأحوال. يمكننا تلخيص ما حدث ويحدث في اليمن بعبارات بسيطة وموجزة. في البداية كان هناك تحالف رباعي للثورة المضادة يضم الحوثيين والمخلوع علي صالح والسعودية والإمارات. يهدف هذا التحالف لتقويض ثورة فبراير وما ترتب عليها. تضمن الاتفاق
قيام جحافل الحوثيين وقوات صالح وحزبه بإسقاط العاصمة صنعاء، ولا مانع من التحرك قليلاً إلى ما بعد صنعاء، شريطة ألا تصل تلك الجحافل إلى عدن. لاحقاً تحالف يعني تحرك الشريك المحلي أو تجاوزهم الحوثيين وصالح الخط الأحمر الذي وضعته له قيادات الثورة المضادة في السعودية والإمارات، حيث توجه إلى عدن. فكانت الحرب التي أعلنها التحالف وقاد كل تفاصيلها لتحقيق أهداف واستراتيجية وأجندة غير معلنة خاصة به. كان المعلن إعادة الشرعية وإسقاط الانقلاب وتمكين الشرعية ومشروعها وفق المرجعيات الثلاث، لكن غير المعلن وهو الهدف الحقيقي لهذا التحالف بقيادة السعودية والإمارات كان صناعة انقلابات وتمردات كثيرة في كل محافظة من محافظات اليمن، وتمكين تلك الميليشيات التي تمول وتدار فقط من قبل التحالف. وللأسف فإن كثيرين رضوا بأن يكونوا مجرد أدوات بيد التحالف في هذه الحرب، أتباع لا شركاء، عملاء لا قادة. يستوي في ذلك حسن النية وسيء النية. مقابل هذا الوضع يعني تزدهر بعض الشعارات الكبيرة مثل دخول صنعاء وإسقاط الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة دون بذل أي جهود حقيقية لمعالجة هذا الخلل الذي يسود العلاقات بين الشرعية والتحالف بدرجة أساسية. لنضع معادلة جديدة لمواجهة هذا العبث الذي يطال حاضرنا ومستقبلنا أولاً قبل أي شيء. إن تحرير صنعاء يبدأ بتحرير القرار الوطني، وإن إسقاط انقلاب الحوثي مرهون بالتحرر من الهيمنة والاحتلال السعودي الإماراتي للبلاد. في الحقيقة لن يكون بمقدورنا استعادة دولتنا فضلاً عن جمهوريتنا ونحن مرتهنون بصورة تامة للسعودية والإمارات. لقد شوه التحالف السعودي الإماراتي المعركة مع الانقلابيين مع ميليشيا الحوثي، ولست أضيع سراً هنا عندما أقول بأن الميليشيات والقوى التي أنشأها التحالف تكن لبعضها البعض عداءً يفوق ذلك الذي تكنه للحوثي وميليشياته. مفضلة أن يبقى الحوثي حاكماً على صنعاء على أن تحررها منه قوات الجيش الوطني التي جرى ويجري تنميطها بأنها قوات حزب الإصلاح. تذكروا أن صنعاء تم إسقاطها ومباركة إسقاطها من قبل قوى كثيرة تزعم اليوم أنها تحارب الحوثي بحجة إسقاط حزب الإصلاح. طبعاً أنا هنا لست يعني لأشيد بحزب الإصلاح، فهو الآخر ومنذ بدايات حرب التحالف مختطف القرار ومجرد أداة بيد السعودية مثله مثل المجلس الانتقالي وقوات النخبة وقوات طارق وغيرها من الميليشيات الكثيرة والصغيرة التي يضبط إيقاعها المحتل ويحركها متى أراد وكيفما أراد وحيث أراد. وعلى الجانب الآخر لا يبدو أن ميليشيا الحوثي يعني تختلف عن تلك الجماعات المرتهنة للسعودية والإمارات، فهي تؤدي دورها في هذه الحرب التي تستهدف اليمن كدولة تسعى لتحجز مكانها ضمن الدول الديمقراطية في المنطقة. ولعلكم تلاحظون كيف أوقف الحوثي حربه الخارجية ضد السعودية والإمارات بالتزامن مع
قيامه باجتياحات داخلية جديدة على جبهات شبه متوقفة. وهذا لا يشيء بوجود اتفاق وتوافق مع المحتل الخارجي الذي سبق له أن توافق معه على إسقاط صنعاء واجتياحها فحسب، بل يقدم أدلة قاطعة بأن دعواته للمصالحة والاصطفاف الوطني ليست سوى أكاذيب ودعوات غير صادقة هدفها فقط كسب الوقت ولذر الرمادي في العيون. نتيجة لذلك كله طبعاً كما تعلمون أن اليمن تعيش حروبها على أكثر من صعيد وأزمات إنسانية متصاعدة دعت العديد من المؤسسات والمنظمات الدولية تصف ما يحدث يعني في اليمن بالكارثة التي تتعاظم يوماً بعد يوم. ورغم وضوح الأطراف التي ساهمت في تعقيد الأزمة اليمنية فإن البعض يسعى للتعتيم على حقيقة ما يحدث اعتقاداً منه أن إخفاء هوية القاتل والمنتهك أمراً ممكناً، وهو الأمر الذي بالتأكيد بعيد المنال. لذا يجب إعطاء الموضوع اليمني الاهتمام والتفاعل اللازمين. من الصعب استمرار حالة التجاهل غير المفهومة تجاه المنتهكات المستمرة ضد الدولة اليمنية والمواطنين اليمنيين الذين باتوا رهائن عند قوى وجماعات تتصرف خارج حدود القانون وخارج الاعتبار الإنساني. الأصدقاء الأعزاء، في خضم هذه الحرب المدمرة التي تجرف الحياة في بلادنا، هناك إصرار على تعويم الأخطاء وتبرئة المتسببين فيما وصلنا إليه اليوم. الذين بيدهم القرار السياسي والقوة هم من يجب أن يلاموا على تردي الأوضاع، وليس ناشط هنا وكاتبة هناك وثائر هنا وثائرة هناك. إن من المؤسف أن تتعامل الشرعية اليمنية مع كل الانتكاسات وكأن هذا الأمر لا يعنيها وليس من ضمن مسؤولياتها واختصاصاتها، شيء مخجل، مخجل حقا. دعوني أؤكد هنا بأن الشرعية تحولت إلى أداة تشرع للمحتل الخارجي احتلال البلاد. نعم، الشرعية تحولت إلى أداة تشرع للمحتل الخارجي احتلال البلاد. الشرعية ليست شيك على بياض، وهي ليست أشخاص مرتهنون للمحتل والوصاية الخارجية. الشرعية استحقاقات وواجبات ومهام، وبهذا المعنى فإن الذين سوف يرفضون كلا الاحتلالين الداخلي والخارجي ويتمردون عليهما معا ويعملون من أجل استعادة الجمهورية وتمكين المشروع الاتحادي هم وحدهم الشرعية، وهم وحدهم الشرعية. هناك فراغ في السلطة، القرارات التي يكتبها السفير السعودي وتذيل بتوقيع هادي ورئيس حكومته لا تمثلنا ولا شرعية أو مشروعية لها. هادي في أحسن حالاته عاجز معتقل، ما يجعله غير صاحب صفة وتجعل قراراته غير ملزمة لليمنيين، طالما وهو عاجز مقيد للحرية لا يستطيع أن يقول لا للسفير السعودي فضلا عمن هو أكبر منه. إذا استمرت حالة الاستلاب السياسي هذه فإنه سيكون على عاتق قوى الداخل الميدانية والمحافظين والقادة العسكريين والمقاومة الشعبية إعلان قيادة ميدانية داخلية تطلع بمهمة تحرير اليمن من الميليشيا ومن الوصاية والاحتلال الخارجي وتعبر عن مصالح البلاد وعن سيادتها واستقلالها.
هذه دعوة لهم للبدء في هذه العملية. سرعان ما سيلتف حولهم شعبنا ويعترف بهم العالم ويحترمهم ويتعامل معهم. على هذه القيادة الميدانية ألا تطيع أي توجيهات تأتيها من الرياض، حتى وإن كانت مذيلة بتوقيعات هادي ورئيس حكومته، وأن ترهن طاعتها لهم بتحررهم الكامل واستقلال قرارهم عن السعودية وتحالفها. وإلى أن يحدث ذلك فهم وحدهم الشرعية، وما يصدر عنهم وحده يحمل طابع المشروعية، مهام واستحقاقات. كما قلنا أن الشرعية هي مهام واستحقاقات لا يختزلها أشخاص مقيمون في الرياض مرتهنون لما تريده الرياض، ولا يصدر عنهم بالمحصلة إلا كل ما يهدم المشروعية اليمنية ويقوضها ويحول ويحول دون تحقيقها كمهام واستحقاقات. أيها الأعزاء، طبعا هذه ليست دعوة لليأس وليست إعلان هزيمة شعبنا أمام المحتل الداخلي والخارجي، فما يحققانه من انتصارات ليست سوى انتصارات زائفة، انتصارات زائفة. ذلك أن معركة اليمنيين الكبرى من أجل استعادة الجمهورية وتحرير البلاد من الاحتلال والوصاية لم تبدأ بعد، لكنها ستبدأ لا محالة وستذهب إلى منتهاها. إنها معركة الأجيال اليمنية التي سنخوضها جميعاً كل من موقعه. تبدأ الخطوة الأولى بإقرار أن كلا الاحتلالين الداخلي والخارجي وجهان لعملة واحدة، وهما خصوم لشعبنا وأعداء لأحلامه في الحرية ودولة المواطنة والديمقراطية. هم كذلك حين يتفقان وحين يختصمان. هذه معركتنا الكبرى التي سنخوضها معا حتى نصل إلى دولتنا المنشودة التي تقوم على أسس المواطنة والديمقراطية وسيادة القانون والتقدم العلمي وتقديس العمل. الأعزاء جميعا، على مدى السنوات الماضية كان هناك الكثير من الحديث حول السلام والقليل من العمل لتحقيقه، غير أن السمة الغالبة يعني على تلك المبادرات هي افتقارها لمقومات النجاح، مقومات نجاح أي عملية سلام. جرى الخلط بين وقف الحرب وإقامة سلام بصورة متعمدة. إن وقف الحرب ليست إلا خطوة من خطوات بناء سلام حقيقي ومستدام. لعلكم تقرؤون بين الحين والآخر، وكلما استجد الحديث عن السلام في اليمن وضرورة إنهاء الحرب، عن ضمانات تطالب بها السعودية في حالة أي اتفاق سلام من أجل إنهاء الحرب في اليمن. تطالب السعودية بضمانات لأمن حدودها وعدم إطلاق الصواريخ من اليمن باتجاهها. هذه المطالب لا تمثل واقع الحال في اليمن. السعودية أدارت الحرب لوضع اليمن كما قلنا تحت وصايتها، يمن ممزق تعمه الفوضى وتدير يعني قطعه الممزقة وتتحكم بها مثلما تتحكم بمسار الحرب. نحن من يطلب ضمانات لإلزام السعودية برفع وصايتها عن اليمن والالتزام ببناء ما دمرته الحرب التي كانت طرفا فيها. أمن السعودية وحدودها لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتحقق عبر اتفاقات جانبية بين السعودية وميليشيا الحوثي، ولا بينها وبين ميليشيا المجلس الانتقالي أو أي تكوينات ميليشياوية خارجة عن الدولة. لن تحافظ السعودية على أمنها وحدودها إلا مع الدولة اليمنية كاملة السيادة.
لن تحافظ السعودية على أمنها إلا مع الدولة اليمنية كاملة السيادة. الحدود ليست حاجزاً أمنياً بقدر ما هي اتفاق بين دولتين. الحدود تمتد إلى العمالة اليمنية في السعودية التي تتعرض لما يشبه الحرب الشاملة من قبل السلطات السعودية. الحدود ليست من طرف واحد ولا تحمى بإغراق اليمن بالفوضى وإهدار سيادته وتجاوز دولته. الحدود لا تحمى باتفاق يبرم مع أمراء الحرب والميليشيات خارج القانون الدولي. الحدود نتاج اتفاق وتفاوض بين دولتين كاملتي السيادة، دولة المملكة العربية السعودية ودولة الجمهورية اليمنية، وتقوم على اعتراف متبادل بالسيادة وحق كل دولة بالأمن والاستقرار وبناء مصالح متبادلة وعلاقات حسن الجوار القائمة كذلك على حفظ المصالح المشتركة للبلدين والشعبين، وليست من طرف واحد على حساب الآخر وسيادته ومصالحه. إنها حدود بين المملكة العربية السعودية والجمهورية اليمنية، وليست بين السعودية والفراغ المستباح في اليمن. حدود بين الدولة السعودية والدولة اليمنية، لا حدود بين السعودية وميليشيات المجلس الانتقالي أو السعودية وميليشيات الحوثي. الحدود تقام لتوثيق وتنظيم العلاقات والتعاون وتبادل المصالح بين دولتين معترف بهما، ولم ترسم لتمكين السعودية من استباحة اليمن تحت ذريعة حماية حدودها. الحديث عن ضمانات أمن حدود السعودية من طرف واحد تعبير صارخ عن أن السعودية لا ترى اليمن أو لا تريد أن ترى اليمن كبلد مجاور له مصالحه وكيانه المستقل. بذريعة حماية حدودها وضمان أمنها اختارت السعودية تحويل اليمن إلى فضاء مستباح ومحاصر تسوده الفوضى والحرب المستدامة. أما عودة الدولة اليمنية فقد أثبتت أحداث 5 سنوات من الحرب أن ذلك آخر ما تفكر فيه. رؤيتنا ليمن ما بعد الحرب تقوم في حرفها الأول على خروج اليمن من الحرب بلداً موحداً مستقلاً بدولة واحدة تمثل شرعية الجمهورية اليمنية وشخصيتها الدولية. أما استمرار سلطات الأمر الواقع الانقلابية الميليشاوية في صنعاء وعدن واستمرار الوصاية الخارجية للسعودية والإمارات أياً كانت صيغتها أو شكلها، فهو استمرار للحرب، بقاء اليمن مجزأً وموزقاً مقطع الأوصال ومستباحاً من قبل الوصاية الخارجية، هو استمرار للحرب. وأي اتفاق للسلام وإنهاء الحرب لا يضع حداً لتعدد سلطات الدويلات الميليشاوية سوف يكون اتفاقاً يعني لتمديدها وليس اتفاقاً لإنهائها. من المهم أيها الأعزاء التأكيد على ذلك مراراً وتكراراً، لأن ما يطبخ الآن شيء آخر. من المهم التأكيد على ذلك تكراراً ومراراً، ونحن نتطلع للسلام وإنهاء الحرب واستشراف تحديات اليوم التالي لإنهائها، ورؤى إعادة بناء الدولة والروابط المجتمعية التي مزقتها الحرب، وإعادة بناء ما دمرته 5 سنوات من التعبئة الطائفية والكراهية والحرب التي وصلت تأثيراتها إلى كل مجال، إلى كل مجالات الحياة وإلى كل بيت. الاتفاقيات الجزئية التي تم طباختها الآن تمد في عمر الحرب وتغيب القضية اليمنية الأساسية وتدفع البلاد إلى مراحل أشد قتامة وأكثر مأساوية. هناك شرط واحد لتحقيق سلام مستدام في اليمن، وما عداه استسلام لأجندة القوى الغاشمة وخضوع لما تريده ميليشيات الحوثي وما يمليه المحتل الخارجي. يمكننا أن نلخص هذا الشرط باستئناف
العملية السياسية من حيث توقفت. تتضمن هذه العملية سحب السلاح من كافة الميليشيات والجهات لتغدو الدولة اليمنية وحدها صاحبة الحق الحصري في امتلاك السلاح واستخدامه، ويمضي الجميع لاستكمال الاستفتاء على الدستور وإجراء الانتخابات المختلفة بناء عليه، وهي الخطوات التي توقفت بفعل الانقلاب والحرب. هناك تفاصيل كثيرة يمكن بحثها تحت هذا الشرط الذي يعتبر جوهر الشرعية ويختزل كل المرجعيات المسنودة بعشرات القرارات الدولية. إن أي مساعي للسلام بعيدة عن ذلك لا تخرج عن كونها جهود لإخضاع اليمنيين للأمر الواقع الذي تمليه القوة الغاشمة للانقلاب الحوثي وللمحتل السعودي الإماراتي على سواء. ومن يفعل ذلك لا يسدي لشعبنا سلاما ولا يصنع له معروفا، هو فقط يصنع بذور صراعات لن تتوقف وحروب لن تنتهي. اليوم ونحن ندخل العام الخامس من حرب بلا أفق، رغم ذلك أنا على ثقة تامة من عظمة شعبنا وكبريائه الذي لن يقبل بالعبودية للإمامة الحوثية، ولن يقبل بتمزيق بلدنا، ولن يقبل بالوصاية الخارجية وأطماعها. اليمن عصية على الإمامة وعلى التقسيم، ولن ترضخ لوصاية السعودية والإمارات. هذه حقائق التاريخ، وسنعيدها بإرادتنا الصلبة وتمسكنا بقضيتنا العادلة وانتمائنا لليمن وتضحياتنا من أجلها. اليمن الجمهوري الديمقراطي الذي من أجله أشعل الآباء ثوراتهم وخاضوا نضالاتهم، وفي سبيلها أشعل الأبناء ثورة فبراير المجيدة، وهم مستمرون بالكفاح والعصيان والرفض حتى يتحقق هذا الهدف ويعبرون بشعبهم إلى هذا الحلم. إن أحلام الشعوب لا تموت، وثوراتها تستعصي على النسيان، وتضحياتها لا تذهب أدراج الرياح. ختاماً أود أن أشكر ضيوف المؤتمر القادمين من خارج تركيا ومن داخل تركيا، كل باسمه وصفته، وأريد أن أرحب تحديداً بالأستاذ أحمد طعمة رئيس الحكومة السورية السابقة ورئيس وفد التفاوض الحالي في سوريا. دامت سوريا حرة، النصر لسوريا والنصر لليمن والنصر للربيع العربي. وكل محمد مسكر وجميع الضيوف البرلمانيين في تركيا، السيدة نائبة رئيس العلاقات الخارجية في حزب العدالة، والسيد أيضا فوزي نائب رئيس حزب العدالة نائب رئيس العلاقات الخارجية فيها، وجميع هنا كل باسمه وصفته. ولا يفوتني في هذه المناسبة أن أعبر عن شكري وامتناني وفخري بقيادة مؤسسة توكل كرمان المديرة التنفيذية السيدة مسك الجنيد وجميع فريقها الرائع. شكرا لها، شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.